اهلا بيكم يا رزيعه في حلقه جديده من راس افريقيا، والحلقه اللي جايين نتكلم فيها على دور ال 16. خلاص روقنا كده بقى وحلوينا، وشغل لي عم كريم المزيكا الافريقي، روقنا عم كيكي. دور 16 شفنا فيه خروج الوصيف للبطوله اللي فاتت مصر والبلد المستضيف للبطوله دي، وشفنا خروج كمان الكاميرون بطل النسخه اللي فاتت ومستضيف النسخه اللي جايه. شفنا مفاجاه وخروج المغرب بعد ما كان مرشح للفوز بالبطوله. شفنا تونس على غرار ايطاليا في 82، وبطوله اليورو اللي فاتت للبرتغال باداء سيء في دور المجموعات، لكن تونس بتوصل لدور الثمانيه. شفنا كمان مفاجاه البطوله مكمله مدغشقر الى دور الثمانيه. شفنا السنغال في حاله قريبه جدا من الحاله اللي فيها مصر بتعدي بالضالين. شفنا كوت ديفوار ايضا بتعدي باداء هزيل باداء فردي من زها. دور 16 كانت ضربات الجزاء عامل رئيسي فيها في 3 ماتشات. فرق كتير تعبت، فرق كتير لعبت 120 دقيقه. دور فيه مفاجآت، دور فيه صدمات، دور فيه نكد، دور فيه كل حاجه عايزها. وغير كل ده اكيد مش هنفوت نتكلم على احسن فريق واحسن جون واحسن مدرب، وده اللي جايين نتكلم فيه النهارده. ما تنساش تعمل لايك وشير وتدوس سبسكرايب لو كنت لسه جديد على القناه، ويلا نرغي في الليله السودا دي كلها. لو بصينا على الماتش الاول، كان ما بين المغرب المرشح وبنين ثالث مجموعتها فريق ضعيف، لكن بمشاكل المغرب واللي كان بيحصل وخد وهات والمشاكل واللعيبه والانستجرام، واتكلمنا في كل ده في حلقه قبل البطوله، في حلقه المرشحين للبطوله، كان منتظر صدمه من المغرب. المغرب اللي سبحان الله كانت افضل فريق افريقي في كاس العالم، المغرب اللي كل العرب تعاطفت معاها ورفعت راس العرب في كاس العالم، وقد ايه قلنا الفريق ده في كاس افريقيا اللي جاي هيبقى مرشح وبطل. المغرب ملقلقه، يعني ما فيهاش كلام. اللي يضحك عليك اللي يقولك ان المغرب في طمانينه كده زي مثلا منتخب الجزائر اللي هنتكلم عليه. لا، المغرب يا معلم من ساعه لما دخلت البطوله وهي اصلا كسبت في دور المجموعات ماتشين في الدقيقه 90، فتيجي قدام بنين فريق ضعيف جدا وقف متماسك معاك ومستني المغرب تحرز جون في الدقيقه 90، لكن انت ما عندكش اللي يخلص، ما عندكش حمد الله اللي مشيته. هل الحظ لعب دور؟ اكيد الحظ لعب دور. لما زياش يضيع لك ضربه جزاء في اخر دقيقه في الوقت الاصلي، يبقى اكيد حظك مش موفق قوي، كانت ممكن تعدي. المغرب طحنا بنين، اكيد طحنا بنين، بالاضافه الى ان بنين واخده كارت احمر في المباراه، يعني مفروض المغرب تستغل ده في الوقت البدل الضايع، لكن هيرفي رينار بمنتخب المغرب ما قدرش يستغل ده. هيرفي رينار يتحمل، اكيد يتحمل جزء كبير من اللي حصل. بنسمع كلام دلوقتي ان المنتخب المصري بيتفاوض والاهلي بيتفاوض، وهيرفي رينار طالب فلوس كتير قوي، هنشوف هيروح فين. ما اظنش هيبقى بعيد عن النادي الاهلي. لكن لو بصينا بقى على المغرب نفسها وشفنا ايه ميزات المغرب في البطوله واللي لفت نظري انا شخصيا، هيكون لاعبين اثنين. اللاعب الاول هو مبارك بوسوفا، الراجل صاحب ال 35 عام. شوف الفرق بين بوسوفا وبين واحد زي عبد الله السعيد في ال 31 من عمره. وهنا نتكلم ساعتها بقى ان مفيش اعمار، لما تقدم لي مستوى كده في سن ال 35، لا يا معلم العب براحتك، العب يا باشا براحتك. ويمكن معلومه ناس كتير ما تعرفهاش، ان مبارك بوسوفا هو فري ايجنت لا يملك عقد، يعني ممكن اي نادي يجيب الراجل ده يديله سنه. هي مخاطره طبعا، لكن انت شفت الراجل بيلعب احسن واحد في المغرب، بالاضافه طبعا الى نور الدين مراد اللي اتكلمنا عليه اكتر من مره. اللاعب اللي يمتلك جرينتا وقوه وسرعه وشوط وتهديف واسيستات، لكن لو تبص على اي حاجه تانية استفدناها من منتخب المغرب مفيش. ممكن حاولوا يدوا انذارات للمنتخب المصري ان الموضوع فيه عك، لكن المنتخب المصري رفض النصيحه. قلبي طبعا مع كل المغاربه الرزيعه، ويعني هارد لك ليكوا، تملكوا منتخب جيد جدا ولاعبين جيدين ومدرب عظيم قدر يوصل بزامبيا لكاس افريقيا ويفوز باللقب. دوركم انتوا المغاربه انكم تسووا رايكم في الكومنتات، شايفين المشكله كانت فين؟ هل تاثيرات الماتشات الوديه والمشاكل مع حمد الله واللعيبه، ولا هيرفي رينار ما يستحقش ان هو يكون مدرب وفشل مع اللعيبه المغاربه، والمغرب المفروض تدور على مدرب فني من محلي من المغرب يقود بقى اللعيبه دي؟ لكن انك تطلع من دور ال 16 باللعيبه دي بالاسامي دي من بنين بضربات جزاء، اي نعم اسمها ضربات حظ، لان هي خلاص انت بتوصل لمرحله تعادل، هنلعب اللي حظه احسن، وتعدي بنين وتوصل دور الثمانيه. بنين في دور الثمانيه. تخش على الماتش اللي بعده، هتلاقي عندك السنغال بقياده ساديو مانيه ومنتخب اوغندا. اوغندا اللي تعبتها جامد، اوغندا اللي لعبت عليك ماتش شاطت فيه 17
12 كرة على الجول. طيب الحقيقة توقفت عند منتخب السنغال، هجيلكم المنتخب أوغندا. بس المنتخب السنغالي أنا مش عارف وجهة نظري صح ولا غلط، بس هو مديني إحساس المنتخب المصري. طبعا لا يوجد مثيل الجيل ده، لكن هم أفضل أكيد، أفضل بيمشوا كورة على قلبي، يلعبوا كورة، لكن هي ماشية معهم كده 1-0 2-0 ممكن يكسبوا، بس الاداء ما هوش هو اللي مستنيه. ما اظنش ان السنغال بالمستوى ده تكسب بطوله افريقيا. لو اتكلمنا على ساديو ماني، ويمكن نبص بقى على اطراف تانية من الموضوع على ساديو ماني. الراجل جه مصر هنا، وناس كتير جدا طبعا عارفه العلاقه المصريه بين ماني عشان صلاح والقهاوي وباسل صلاح، كانت ليله. وحصل ان ناس كتير قوي راحت قابلت ساديو ماني، والغريبه ان الكل اجمع ان الراجل ده شخصيه مذهله، شخصيه طيبه جدا، شخصيه قنوعه، شخصيه متواضعة لدرجة ان هو طلع يعمل انترفيو في صدى البلد. اي قناة هتجيله هيتكلم، الراجل متواضع، وهذا هو النجم الخلوق مفروض. فالنهاردة بدون اي تلميحات انت جه في مخك اللي انت عايزه، ساديو ماني بيعطينا درس. طب لو بصينا كرويا، الراجل بيأدي بطولة كويسة، هو مأدي مع السنغال مش بالشكل طبعا ليفربول، لان ليفربول صعب التفاهم مع اللعيبة وتلعب معهم طول السنة، وفرق اللاعبين حتى اكيد هيأثر على اداء ساديو ماني. يمكن نقطة ضعف ساديو ماني او المشكلة اللي واجهته هو تضييع ضربتين جزاء في البطولة. عرفت يا عم ماني ليه ما بتلعبش ضربات الجزاء وبنسيب ابو صلاح يلعبها في ليفربول؟ عشان انت ما بتعرفش تلعبهم. اهو اكتشفنا بقى الخدعه بتاعت ضربات الجزاء دي في بطوله افريقيا. الحقيقه انا مع كلوب اصلا، يعني المفروض ميلنر ولا صلاح ولا ماني يشوطوا ضربات الجزاء دول. ولو مش عارف، ساديو ماني برضو هو اللي مضيع ضربه الجزاء في نسخه امم افريقيا اللي فاتت اللي خرجتهم من البطوله. خلاص يا عم، مش حتتك يا اسطى، الكار ده مش كارك. لكن المنتخب السنغالي قدر يكسب بنتيجه 1-0 ويعدي من ماتش رخم جدا عملته اوغندا برضو على السنغال. يقول لك شوف اهو، ما اوغندا جامده اهي، اخرس اخرس يا ولد. حقيقه اكيد اوغندا تمتلك مدرب جيد، لكن لو هنتكلم على ازاي اخرج من شويه لعيبه اوغندا، اشرح لك اكتر. ان انا اقول لك يا عيني اوغندا مش تقليلا منهم خالص، دول رجاله النهارده، العيال دي واقفه بتطلع مع المدرب فابيان دي صبر ده اداء مذهل، بيلعبوا كوره. ما عملوش 17 كوره على السنغال، لكن برضو شايفين 7 بيراميدز على طول خلصت، لو ما تعرفش خلصت مع المدرب الشاب ده وجابوه، وهنشوف هيعمل ايه السنه الجايه في الدوري المصري. هيمتلك لاعبين، ممكن يكون عنده بقى نجوم اعلى كتير من المنتخب الاوغندي. اظن ان الراجل ده هيبدع في الدوري المصري، وهنشوف منه مفاجات كتير. ماتش الكاميرون ونيجيريا، الماتش الاقوى، الماتش اللي كنا كلنا مستنيينه عشان فرقتين من العيار التقيل قوي. ماتش البطل كاميرون، بطل النسخه اللي فاتت، حاجه شيك قوي، جايب لنا سيدورف وكلويفرت. يمكن يكون ابرز اسامي في منتخب كاميرون هو كلويفرت وسيدورف. فين لعيبه الكاميرون؟ عندهم فقر كبير قوي في المواهب. فين جيل 2002 وصامويل ايتو والناس اللي اتكلمنا عليها كلهم؟ المنتخب الكاميروني كمان لو بصينا عليه على مدار البطوله ما قدمش اي حاجه، بتتكلم على تعادلين وفوز وحيد، كانوا تاني المجموعه مع غانا بفارق الاهداف، الاثنين ميتين. نزلت بقى تقابل منتخب نيجيريا، منتخب نيجيريا اللي برضو اداؤه كان متذبذب في البطوله، دور المجموعات ما كانش هو الافضل بالنسبه له، لكن حالتهم بالنسبه لي افضل من الكاميرون. على عكس المنتخب الكاميروني، المنتخب النيجيري عنده اسامي كتير، عنده نجوم، عنده لعيبه صغيره. تتكلم على ايجال والمهاجم بتاعهم هو الافضل في البطوله حاليا، راجل جايب جونين واسيست في الماتش ده بس، مهاجم كما يقول الكتاب. انا معرفش برضو من الناس اللي هي راحت الصين، مهاجم الشهير بتاع واتفورد مكسر الدنيا، مهاجم تقيل قوي قوي، راح الصين وبيقبض، الراجل شغال، وبنشوف ان هو لسه متحفظ بادائه. عندك مدرب ذكي لما لقى ان جون اوبي ميكيل ها زي عبد الله، مش هتكلم اكتر من كده، مبطئ اللعب، سنه كبير مش نافع مع اللعيبه، غيره على طول. الماتش التاني في المجموعات قام غيره، نيجيريا لعبت حلو، افتى تاني في التالت نزله، نيجيريا خيشت. رجع في دور ال 16 بيفكر، قال لك لا خلاص الاعب ايوبي تحت المهاجم، ومن هنا خلق لايوبي اصلا مركز جديد ممكن امري يستفاد بيه ارسنال، مركز جديد ايوبي ظهر فيه جديا حلو، ولعب احمد موسى بقى على الشمال وفتح الدنيا. ماتش مجنون، ماتش حصل فيه اتنين ريمونتادا، ريمونتادا الشوط الاول وريمونتادا الشوط الثاني. الماتش ابتدى، نيجيريا جابت جون، الكاميرون ترد فيها في اخر الدقائق 41 و45 تقريبا، 2-1 للكاميرون. ينزل الشوط الثاني، ماتش يا باشا 2-2 نيجيريا، 3-2 نيجيريا، ايجالو الوحش خلصها. مبروك نيجيريا وصلت دور الثمانية عن استحقاق، والمشكلة ان الكاميرون هتواجه تحدي كبير قوي، لان البطولة القادمة هتكون على ارضها. هل هيحصل فيهم زي ما حصل في مصر في البطولة اللي احنا عملناها؟ ما حدش عارف.
لكن اكيد هنشوف بقى هيثبتوا كلويفرت وسيدورف، هنشوف الوضع مش مطمئن قوي هناك. رابع مباراه الحقيقه كانت مصر وجنوب افريقيا. اتكلمت 38 دقيقه ومش هتكلم كلمه على اللعيبه دي تاني ولا على المنتخب. عدينا والنبي، مبروك جنوب افريقيا، وهيصوا بقى بالفوفوزيلا والتذاكر راحت. هتلاقوا كتير مصريين ان شاء الله حاجزين الماتش بتاع دور الثمانيه ده جايين يتفرجوا عليكم قدام نيجيريا. انا شخصيا بفكر اروح اشجع ايوبي. فعدت ثالث مجموعتها جنوب افريقيا على المستضيف وصاحب الارض والكلام وصلاح بقى والليله دي، وهيلعبوا نيجيريا. دخلنا على اللي بعده، الى الماتش اللي ممكن ما يكونش عليه اهتمام كبير الا اللي عايز يتفرج على مفاجاه البطوله، مدغشقر. مدغشقر رايحه تلاعب الكونغو، الكونغو عارفينها برده خارجه من معانا في المجموعه. حقيقة اتفرجت على الماتش كله واستمتعت، يعني ما كنتش متوقع ان انا اتفرج على ماتش بين مدغشقر وبين الكونغو واستمتع بمباراه تخلص 2-2. مدغشقر مكمله يا جماعه الدور الثمانيه وعدت بضربات الجزاء باداء مرضي جدا طول المباراه. شفنا درس النهارده، مدغشقر بتدي درس للجميع، الكره لاي حد ذكر، لاي حد عايز يكسب، لاي حد عنده شويه فكر وعنده دم. النهارده الكونغو نفسها بتلعب ماتش، يا كمان مقاتلين الكونغو، مقلوش بعد ما طلعنا ثالث نخش بقى ايه نستسلم في دور ال 16 اطلاقا. تلاقي الكونغو بتجيب لك جون في الدقيقه 90، عندهم اصرار وعزيمه. مدغشقر الناحيه الثانيه رئيس الجمهوريه بتاعهم شفنا قاعد في وسط المدرجات وجاي يساندهم، مش مصدق ان بلده بتعمل كده. رئيس جمهوريه شيك جدا وفتح القميص وبتاع وقاعد شبه عبد الله محمود الله يرحمه الممثل المصري الشهير، فكرني بيه كده. يمكن بقى يعني اهم حاجه في المباراه شدتني اسامي لعيبه مدغشقر، يعني مش الحقيقه مش هكلمك في حاجه لان احنا انتوا عارفين بناخد المنظور من بره. فانا استوقفتني المدافع رقم 5 مثلا في نيجيريا. طب بص يا باشا، هو اللي هيجاوب يعني اللي هيعرف اسمه ويقوله لي مثلا في فيديو او حاجه 10 مرات هيكسب ايفون مطلي ذهب. شوف هيكسب مرسيدس احلى حاجه. الراجل اسمه رزاكان انتنتن، ايه رزاكان انتنيوايا يا يا. لقد حجزت لك زكركتان كركزتان انا 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 فقدت الامل. وكذلك في اللاعب رقم 12، لو حد عارفه يقول لي هم بيسموا الناس كده ليه في مدغشقر. الراجل اسمه ايه، نومين جهاري جومي، نومين جنانهاري. ايوه هم اثنين صح، برافو عليك. ايه يا عم ده، ايه يا عم ده، هو ده سؤال الحلقه يعني. بص الورق حتى اتضايق. مبروك لمنتخب مدغشقر، يعني سبحان الله منتخب مدغشقر لاول مره يوصل دور الثمانيه. مفاجاه، مفاجاه بما معنى الكلمه. الى اقوى فريق في البطوله وماتش الجزائر وغينيا. طب خلينا نخلص كلامنا سريعا على غينيا. غينيا منتخب ضعيف جدا، غينيا منتخب افضل لاعب فيه هو نابي كيتا واتصاب، يعني عارف لو هو لو بيلعب مش هيديك اضافه المهوليه اللي انت بتتخيلها لان هو لاعب نص ملعب مدافع. فهو جيل الحقيقه يعني ما شفناش منه ميزه. لكن عندنا كلام بقى كتير قوي على المنتخب الافضل، على المنتخب اللي بيدي درس برضو ازاي تقتل خصمك. نازل يدوس على الرقبه، عارف انت الحيوانات المفترسه اللي بتعرف تفتك في الرقبه، الجزائر كده كلاعيبه نازلين رجاله، نازلين بيخلصوا. النهارده ميزاتهم عندهم مهاجم على طراز عالمي. النهارده بونجاح ده اتفرج على جونه، الراجل بياخد الكره من بره خالص بيبصيها وبيقطع وبيخش وبيدي، مهاجم. لو حد زي حالاتي ما يفهمش قوي كلمه مهاجم يعني يتفرج على بونجاح، يتفرج على رياض محرز وتطوره تدريجيا كما كنا نتمنى مع لاعبين اخرى في البطوله. راجل بلمسه النهارده لعيب وورد كلاس، لعيب بيفرق معاك في الماتشات دي، هو ده دوره. الراجل لاعب في المنظومه، تحسه يبصي واحده وتجيله واحده ويوزع واحده عادي. محرز نجم في فريق كره قدم، فريق مبني وفي محرز نجم مش العكس، وهو ده اللي مساعده جدا في الدخول والتدريج معاهم في المستوى. البريشر والضغط ما هم خفوا على الراجل، لو انا مش موجود هلاقي الناحيه الثانيه لعيب بيلعب، هلاقي بن ناصر واحد من افضل اللعيبه في البطوله، هلاقي يوسف البلايلي عامل مباراه هلاميه. طبعا جمهور الترجي فرحان فرحه، انما ايه تاهل تونس ويوسف البلايلي، عندنا هداف البطوله من المنتخب الجزائري ادم والناس الراجل الاحتياطي. يعني فكرنا بقى بناجي جده، حتى جده نفسه دخل كتب له على تويتر ايه يا عم احنا هنقطع على بعض ولا ايه، كل لما ينزل احتياطي يجيب جول. عندهم مدرب محلي، وركز لي على محلي، الراجل فاهم لعيبته، موصل لهم رساله، بيلعبوا كوره، الاحتياطي مبسوطين وعارفين دورهم، كل حاجه في المنظومه ماشيه تمام. لكن هل ده معناه ان الجزائر مرشح للبطوله؟ اه انت فاكرني اقول لك لا لا. اه لكن هل ده معناه انها تكسب البطوله؟ احتمال كبير، ممكن اه ممكن لا، لان مش دايما الفرق اللي بتادي اداء خرافي
على مدار اول اربع ماتشات بتكسبها، ده مش دليل، لكن اكيد انت ماشي في الاتجاه الصح، ولو خرجت حتى جمهورك هيحترمك. ومن هنا نتكلم عن الجمهور. شفتوا العلاقه بين الجمهور وبين اللعيبه الجزائريين؟ شفتوا اللعيبه رايحه لهم على طول بعد الماتش ازاي؟ يعني ما هي صفه اوروبيه. شفتوا الجمهور كله نازل لهم بيعشقوا بعض، في علاقه، شكرا ليكم واحنا شكرا ليكم، انتوا شكرا على ادائكم وانتوا شكرا على مجهودكم وتشجيعكم. والله العظيم يا جماعه انا بركز على الموضوع ده، لان هو ده اللي بيخلي اللعيب يدي. ده عامل كبير جدا، اللي بيقول لك الكره للجماهير ليه؟ لان هو الجمهور هو اللي بيخلي اللعيبه دي تتحرك. لو اللعيب ده بيدي 40% هيدي 70 و80 عشان الجمهور واقف بيصرخ وبيشجعه وبيوازيه وعارف ان هو مسافر وعارف ان هو دافع له فلوس. برافو النهارده شعب الجزائر. الجزائر اللي عملنا حلقه واستغربت وقلت لكم جدا انا مش فاهم الناس اللي بتقول لي الجزائر هتبقى الحصان الاسود، اظن الكلام بيثبت. الف مبروك، دخلنا على الماتش اللي بعده. عندنا بقى ماتش ممل جدا كان بين كوت ديفوار وبين مالي، بين نجوم مهمشين لكوت ديفوار وبين جيل قوي جدا 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 لمالي. العيال واقفين بودي جاردات كلهم، يعني 11 بودي جارد. ماتش لو اتكلمنا عليه سريعا، زها خلصوا الكره فرديه بحت، مالي طحن كوت ديفوار الماتش كله. ويمكن بقى ميزه مالي واللي مخليني منبهر بيهم اكتر انهم ممكن ما يتضايقوش، جمهور مالي فرحان جدا بالاداء والطمانينه اللي هو شايفها، خصوصا ان الجيل ده كله يا معلم بتتكلم في معدل اعمار 20 21 سنه. فبقول لك يا عمنا وافتكرها من سري، مالي هتبقى فريق جبار افريقي في السنين اللي جايه. الواد ماريجا بتاعهم ده مهاجم بتاع بورتو خطير، واقف بيهد في دفاع كوت ديفوار بيدخدخهم. النهارده مالي بتتكلم على المستويات كلها، الجيل الاولمبي كمان طلع كويس قوي، الاهلي خد واحد منه مش فاكر اسمه ايه دلوقتي هجيب لكم اسمه، لكن الاهلي بيمضي مع لاعب في المنتخب الاولمبي المالي، لاعب صغير جدا. منتخب كوت ديفوار يا عيني، يعني حتى التشكيل ما هو ثابت، مره ينزل بجرادل، عندك زاها برده ما هوش اللي يغير لك فريق، يخش منظومه كويس لكن ما هوش النجم اللي هتعتمد عليه رغم ان هو خلص لك المباراه. عندك حاجه غريبه جدا ان بيبي الراجل اللي كل انديه العالم حط انظارها عليه ما ظهرش في البطولة، وده ممكن يقلل سعره جدا ويخفض سعره وما يطلبوش جامد فيه. اتكلم ليفربول عايزاه بشدة مثلا، اقرب حد ليه. عندك اصابة سيرجي اوريه اثرت جدا مع كوت ديفوار في الجبهة اليمين دي، فضايح ناحية اليمين. كوت ديفوار عدت، هل هتكمل كوت ديفوار؟ ما ظنش، ادائها سيء وانا مش مقتنع بيها، كنت حتى مرشح مالي، لكن كوت ديفوار عدت بالبركه. في فرق كتير سبحان الله ماشيه معاها 1-0، واحنا كنا منتخب مصر على فكره مش بهزر كان هيعدي ممكن من الماتش ده 1-0 ويعدي كده، لكن اجرك الله من مصيبه مثلا زي البرازيل والمانيا 7-0 لما تلاقي بقى فريق بيلعب كوره. الى اخر مباراه والمنتخب التونسي، منتخب تونس، منتخب الجميل اللي هو وبنين فرقتين وصلوا دور الثمانية بدون فوز. طب ليه ما قلتش المعلومة دي عند بنين؟ لأن تونس أفضل بكتير، لأن تونس لقت بعض من النور في طريقها. ها؟ طبعا كله بيشبههم بالبرتغال ونسخة رونالدو اليورو الأخير اللي فضلوا متعادلين وطلعوا برضو بنفس الشكل، وحتى لما ما كسبوش حتى عشان يوصلوا دور الثمانية، يعني يتعادلوا بشكل غريب في آخر دقيقة عشان يخشوا إكسترا تايم وينجحوا بضربات الجزاء. طب تونس أحسن في إيه؟ تونس ابتدت تفوق، تونس ابتدت نشوف منها أداء أفضل بكتير جدا من الثلاث ماتشات اللي كانوا زي الزفت. فكرة إن هو يلعب بثلاثة في نص الملعب، ساسي مع الشعلاني في نص الملعب، إدوا كتير قوي، إدوا إضافة تحركات وسند، فرقوا الملعب خالص. النهارده ساسي لازم يلعب، لازم يلعب مش عشان هو الأفضل، لكن هو موده ساسي تمام، ساسي شغال بقاله سنة أفضل لاعب في الزمالك. الإصابة رجعته، وأنا كنت مع على فكرة المدرب إن ساسي ممكن يرتاح شوية ويرجع، ورجعه في الوقت الصح. النهارده بنشوف جمهور الزمالك كتير جدا بيشجعوا ساسي في الملعب، ساسي حاسس ان هو في ارضه، وطبعا شعب تونس كله حاسس ان هو في ارضهم، لكن ساسي بالذات عنده اقبال جماهيري كبير جدا من جماهير الزمالك. بنشوف النهارده الراجل داخل يحط اخر ضربه جزاء بكل برود، ويعني يخرب بيت برودك يا اخي. بيسالوه على ضربه الجزاء قال لهم انا كنت اتمنى ان غانا تحط الكوره عشان نخش اخلص على طول، يعني هو ده كان هدف، ويحطها ويثبت الجون. الجون واقف مكانه الراجل. طبعا قد تنقلب الموضوع لو ساسي ضيعها، وكانت يعني ما كانش هيعدي منها ساسي من في تونس، لكن الدنيا مشيت وعدى وساسي يثبت اقدامه مع المنتخب التونسي. بنشوف الخنيسي ابتدى يتحرك، بتشوف جون جابه القطعه اللي قطعها دي قطعه مهاجم، راجل تقيل ان هو يقطع ويحط الكره في سقف المرمى، ده مهاجم على طراز عالمي. لو ابتدى يفوق وابتدى يلعبوا على اللعب ده هنشوف تونس افضل كمان. تسالني طب ليه بتشكر في تونس؟ لان تونس كانت افضل من ماتشاتها، لكن على مدار الماتش اكيد غانا كانت افضل، لكن الفرق اللي بتكمل، الفرق اللي بتفوز بالبطولات عايزه بعض من الحظ وعايزه تدريج في المستوى كده.
كده. وهنا نسأل سؤال مهم، طب مدام غانا كانت افضل على مدار المباراة وتونس قدرت تخطف جون وتقفل عليه لحد الدقيقة 90 لحد ما عيني نزل اللاعب الحظ سيء، اول لمسة ليه مع المنتخب التونسي يقوم داخل وجايب جون في نفسه. برضو ده يعني من الناس اللي فلتت من عذاب القبر، كان هي يعني ما كانش هيرجع تونس. لكن عزيمة التوانسة برغم بقى ان تونس اتبهدلت في الشوط الثالث والرابع الاضافيين، الا ان الجرينتا والرجولية اللي في الملعب اللي بقولكوا عليها فضلوا صامدين الى وصول ضربات الجزاء. تونس استسلمت ثالث ورابع شوط، بنشوف بقى شوطة كده شوطة كده فرفرت نفس، لكن هم واقفين، هم رافضين الخسارة، وقدروا فعلا يعملوا اللي هم عايزينه ويروحوا ويعدوا بضربات الجزاء. والف الف مبروك للشعب التونسي عشان يبقى تونس هو تاني فريق عربي يوصل لدور الثمانية، والفريقين الوحيدين هم والجزائر. اذا بقى بعد ما اتكلمنا سريعا عن الماتشات الثمانية اللي اتلعبوا في دور ال16، نتكلم على المواجهات اللي هنشوفها في دور الاربعة. ثانية واحدة مش بس، قبل ما نخش على التوقعات ونشوف الماتشات اللي جاية، تعالوا بقى نعمل حاجة جديدة ونحسب كده بالورقة والقلم جبنا كام توقع صح، ونشوف التوقعات اللي جاية هتبقى صح ولا غلط ونحسبها كل مرة بالورقة والقلم. طيب المغرب وبنين، احنا ابو مش انا بس، يعني كله توقع المغرب والمغرب خيشت فبنين كده دي اكس عندنا، احنا ما توقعناش بنين. السنغال وبنين توقعنا السنغال واكيد التوقع راح صح، فدي واحده صح وواحده غلط. كاميرون نيجيريا، انا كنت متوقع نيجيريا وكنت صح. ايوبي يا ايوبي يا ايوبي يا ايوبي. مصر وجنوب افريقيا، يعني منك لله يا يوسف، منك لله. جنوب افريقيا تاهلت وانا كنت متوقع مصر، فكده 2-2. مدغشقر والكونغو، انا كنت متوقع الكونغو وكنت شايف انهم هيعملوا مفاجاه وكانوا قدها الحقيقه لحد ضربات الجزاء، بس قدرت مدغشقر تكسب، فده كان توقع غلط. الجزائر وغينيا توقعنا اكيد بلا شك الجزائر، والجزائر رفعت راسنا وكده يبقى النتيجه 3-3. اخر ماتشين كوت ديفوار ومالي، انا كنت مرشح مالي وكانوا فعلا الافضل، لكن كوت ديفوار هربت من الماتش وخيشت معايا وكده المجموعه 4-3، 4 غلط و3 صح. اخر ماتش بقى تونس وغانا، انا كنت متوقع تونس وفعلا تونس قدرت تعملها وكده التوقع في تعادل، الحمد لله قدرت اجيب 4 صح و4 غلط. نخش بقى على توقعات الاربع ماتشات اللي جايين ودور الثمانية. عندنا بقى ماتشات حلوة، اول ماتش يجي لك السنغال وبنين، برغم ان المنتخبين مش قد كده لكن بنين هو اسوأ بكتير قوي من المنتخب السنغالي، وانا اتوقع مش هيحصل مفاجآت والسنغال هتتأهل. الماتش التاني هيبقى عندنا نيجيريا وجنوب افريقيا، انا برشح نيجيريا بقوة، انا من دلوقتي هو بقولك ان نيجيريا مرشح عندي للفوز بالبطولة جامد. وعندنا بعد كده الجزائر وكوت ديفوار، ارشح الجزائر بقوة. واخيرا تونس ومدغشقر، واظن ان تونس هتعمل مفاجاه كبيره قوي وتتاهل كمان على مدغشقر، مش عشان مدغشقر، يعني طبيعي ان تونس تكسب مدغشقر، لكن بالاداء اللي مدغشقر عاملاه والحلم والروح والعزيمه اظن ان تونس هتعملها وتعدي وهتفاجئ الجميع وتسكت الكلام وتبتدي بقى تبان تونس في دور الاربعه اقوى واكتر. غير كل ده هنتكلم على افضل فريق، افضل مدرب، افضل لاعب، وافضل جون او هدف. نيجي بقى للقطه سريعه كده نتكلم على الافضل في دور ال16. عندك افضل فريق بلا شك هو الفريق الجزائري، وافضل مدرب بلا شك هو جمال بن ماضي، الراجل ما دخلش فيه ولا جون، 3-0 في 3-0 في ارقام بنتائج بحوارات بسم الله ما شاء الله. افضل لعيب كان ايجالو بالنسبه لي مهاجم نيجيريا، الراجل بقول لك جونين واسيست، يعني لو في الفانتزي كان زمانه ضرب معاك جامد. افضل هدف بقى في دور ال16 يجي للاعب امادو من مدغشقر، انا الحقيقه بكافئك على الجون الخرافي اللي جابه الاولاني في الماتش، شط شوطه خرافيه لبست في سقف الجون، وبكافئك الحقيقه لان اسمك سهل، ما انتش من الناس المعقده اللي في مدغشقر اللي مسميان الاسامي دي. الحقيقه انا عايز اقول حاجه بس قبل ما اقفل، وهو مش اعلان اطلاقا والله، لكن انا شايف ان بعد خروج المنتخب المصري من البطوله والملاعب فضيت البطوله يا جماعه بتبوظ مننا بتفرط، فالحقيقه لقيت اورنج، انا مش عارف الخبر ده صح ولا لا، ممكن تاكدوا لي، عامله حمله ان احنا مش هنسيب الاستادات فاضيه وانها هتودي ناس كتير ببلاش. لو الخبر ده صحيح يبقى برافو اورنج، هي دي يا جماعه الاعلانات المفيده، الاعلانات اللي بتهدف لحاجه صح، بتبني حاجه في الكوره، هم نازلين سبونسر لكوره عشان يخدموا الكوره، برافو اورنج لو فعلا الموضوع ده حقيقي. اتمنى من المصريين يا جماعه روحوا الماتشات، اتمنى تروحوا تتفرجوا على كوره شويه، تنفسوا شويه، البطوله عندنا خلينا نستمتع بيها، خد ابنك او خد صاحبك او خد اي حد انت عايزه وروح اتفرج على ماتش، اتعرف على ناس جزائريين، اتفرج على التوانسه، اتفرج على الافارقه، تصور معاهم، خلي عندك صور، بلاش كده نموت. انا عارف ان كلنا نفسنا مسدود، انا نفسي حلفت بعد ما طلع من الاستاد ان انا البطوله دي ماتت بالنسبه لي، لكن ما ينفعش
ما ينفعش. احنا بنحب الكورة مش بنحب بس نمشي ورا المنتخب، لا هي احنا اللي بيتفرج على البرنامج ده يا جماعة بنحب كرة القدم. يعني كان تعقيب صغير كده، انت حر بقى. انا قلت لكم رأي رزيعة، والاهم دايما رأيكم انتوا، سيبوا لي تحت في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وشير، ولو الحلقة عجبتك دوس سبسكرايب وافتح التنبيهات، واستنونا في الحلقات اللي جاية. ورزع افريقيا مكمل، وكفاية رزع قوي لحد كده.